فقد تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية وتمديد الحجر الصحي لمدة 3 أسابيع أخرى. قد صنت أنا العثماني دابا. إيوا راه هما كيشوفوا مصلحة الشعب. نظرك واش كافية ولا ما كافياش هذا؟ هنا ما غاديش تقدر تجزم. فهمتيني؟ تقدر تجزم لحقاش واحد السيد البارح كانوا دايرين معاه ثاني سي جواب من الصباليون تا هو تقريبا بروفيسور في هادشي ديال الأوبئة وداكشي قال لي ما غاديش نقدروا نحكموا. فهمتي؟ مادام دابا باقي عندنا داكشي كيطلع. فهمتي؟ بزاف ديال البؤاء بحال الناس قلت الوعي. فرونشمون انا كنقول لك بان هذه قلت الوعي. اما الانسان اللي عنده شي حاجه تري امبورطون واخا تخرج، اما الا كان يخرج يضرب بيا ديك العضلات ديالو وانا خارج، لا راه هو بعدا كنلقاو بزاف ديال لي فيكتيم اللي مشاو من سميتهم من ولادهم ولا من هذه ولا هذه كيضرب عائله كلها. فرونشمون حشومه. كون الشفاء وهادي كون تا شهر ما كاينش مشكل، ولكن بنادم يخرج دابا ولا هادشي اللي هاد الحجز اللي عطاوه يخرج من دابا وتكون ضره ليه ما باش يشوف مصلحته. كلشي كيحترمو ولا ما كيحترموش؟ ولا هاد الايامات وليت كنشوف ما كيحترم شي حاجه دابا في هاد الشهر، بقاش كنشوف بنادم ولا بنادم كاين اللي ما عنده حتى شي علاقه وكيبقى كيدور في الشارع ما شاف مصلحته ما شاف مصلحه الوطن، كيجيب المضره لعائلته ولولادو ولخوته، وكاين اللي ما عندوش مشكل باغا يضر ويضر راسو ويضر مواطن. مزيان يزيدو 15 يوم وكثر كاع، حتى شي 20 بحال الموكل. لا ما كافي وما كافياش، خاصهم يزيدوا صحيبيها، متفق معاهم. علاش الناس باقا كتخرج دابا؟ واه كيخرج بنادم على غرض وصافي. كيخرج هكا، كيخرج هكا كيخدي حوايجو صافي. ولا خصاتو شي حاجة صافي، هادشي اللي كيخرج بنادم.